بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا داخلين على الأعياد، لازم نجيب طبعا للأطفال هدية العيد بقى الألعاب. جبت لكم النهاردة بقى، احنا بقى فين بالظبط؟ في المنشية. ماشي. احنا في المنشية. أيوة. فين؟ شارع ابن رشدي. يدخلوا لك منين بالظبط بقى؟ جنب مطعم الفلاح. الدخله اللي بعد مطعم الفلاح، وانا طبعا هسيب لكم العنوان ان شاء الله. نبتدي كده على بركه الله، وافرجكم على الالعاب الحلوه اللي هنجيبوها لاولادنا. كل سنه وحضراتكم طيبين. اول حاجه نشوف اللي هو ده بقى، ده على طول، ده اظن ده حاجه كده. طبعا. يعني احنا متربيين عليها يعني. على طول. بكام بقى ده يا استاذ؟ ايوه صح، ب60. الدسته ب5 جنيه عليك. الدسته ب5 جنيه؟ ب60. ايوه الدسته انت هنا بتبيع جمله. طب لو حد عايز يجيب لعياله بقى وكده تبقى حته ب7.5. لا، هات لي سعر قطاعي. تمام. وطبعا اللي عايز جمله، اكيد اسعار الجمله طبعا هتتواصلوا مع المحل فيها اسعار تانية. دي حبايبي ب7.5. بصوا بقى الهدايا ده، تهيألي هلاقي حاجات اقل من كده، مش كده؟ بصوا طبعا الوان بقى واشكال وحاجات العيال بقى بتلعب بيها كده، وتقعد بقى ايه تعمل الميه دي. تمام. ايه تاني بقى عندنا برضو الحاجات اللي بتفرح الاطفال؟ دي كاميرا. ده كاميرا وساعة ونضارة. امسكها من حضرتك. الساعة شغالة؟ في منها ولادي وبناتي. هتبقى الحتة ب25. الواحدة ب25، كاميرا وساعة ونضارة. والساعة شغالة. والساعة شغالة أهم حاجة. تمام. دي ب25 قطاعي، واللي عايز جملة بقى حبايبي زي ما قلت لكم يتفق مع إيه؟ مع الناس هنا. ندخل على اللي بعدها. نشوف حاجة زي كده. ده ممكن تحط في النيش بتاع اشكال يعني كده اهو. يعني ممكن تستخدمه البنوتة الصغيرة تلعب بيه، او ممكن مامتها تحطه في النيش. ده بكام بقى ده؟ ب 10 جنيه. ده ب 10 جنيه بس. حلو قوي ده برضو حبايبي، سعره تحفة يعني. تمام. ايه الاسعار الحلوة تاني اللي عندك بقى؟ في حاجات مثلا اللي هو البابل. البابل برضو ده من الحاجات التقليدية في العيد عندنا، لازم البابل. بكام بقى يا استاذ؟ ده كده هيبقى ليكي ب 15 جنيه. ده ب 15 جنيه حبايبي. حاجة مثلا ولادي. وفي حاجة بناتي. في سبونج بوب، في انا كنت شايفة منه كمان حاجات تانية بس مش موجود. في الحاجات اللي هو بيبقى مسدس شفاف بينور. بينور. وريني بقى حاجات تانية كده. التليفون. التليفون ده لازم اي طفل لازم بقى ينجيب له تليفون لعبة لازم. في حاجة كده. بس الالعاب تفتح النفس بصراحة. بكام بقى ده بتاع باربي ده؟ ده يبقى ب20. ده ب20 بس. ده اللي هو نظام التليفون الارضي، مش التليفون. في التليفونات الصغيره الثانيه بس مش عندنا. ده تليفون ارضي يرفعوه بقى ويعمل اصوات ولا بيعمل ايه؟ بيعمل اصوات. تمام. الله ينور عليك. تعال نشوف عربيات الولاد بقى. انا شايفه الاسعار عندكم حلوه جدا. اسعارنا جمله هنا. عندك مثلا عربيات كده برمود. بالرمود بتاعها. برمود. تمام. حاجه بكام بقى يا استاذ؟ ب 15 جنيه. تمام. تمام. ايه تاني بقى؟ وريني كده الحاجات الحلوه للبنات وللولاد. الله ينور عليك. عربيه بالريموت برضه زيها كده ب 15 جنيه. 15 جنيه برضه بالريموت. يلا هيصي العيال. تمام. الوانها كلها صفرة. وفي حاجه ضغط كده. ضغط زي كده، نظام كده. تقوم ضغط عليها وتجري. بكام بدي تتشقلط كمان؟ صوريها. يا نهار ابيض. ايه فعلا بتتشقلط كده؟ تمشي بتربط في حاجات. ايوه. كام دي؟ هتبقى ب 15. ب 15. وساعد بنتين؟ ساعد بنتين هتبقى ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. شايفين الالعاب؟ بتتحط جوه وبيضربوها طلقات يعني كده. يعمل زي بنتين بقى ويعيش الدور اللي هو بنتين بقى. بالظبط. تمام. ايه بقى دي؟ مش كله. كل حاجه. دي ايه دي؟ دي اللي هي نظام بتاع المطاطه اللي بتمط زي دي كده اهو. بتتفتح بتبقى كده. بصوا حبايبي كده. بس لك واحده ده في اشكال منها كلهم كده. دي بتطلع بالعلبه. دي بتطلع ازاي؟ ما بتطلعش بالواحده. بالواحده دي بالعلبه. العلبه بكام؟ ب 80. وفي ب 100. وفي ب 100. بصوا ودي فيها دستين. انا بس عايزه افرج الناس. بصوا حبايبي هي بتبقى شكلها كده، ده الشكل بتاعها، كل واحده بتبقى ليها شكل. بصوا الجمال بجد، حاجات حلوه قوي على فكره. كل تشكيله الالعاب الاطفال دي هوريها لكم دلوقتي. وفي حاجات برضو بناتي، وفي شخاشيخ. ما نسيناش الشخاشيخ. بكام بقى الشخاشيخه دي؟ ب7.5. طبعا. وده شكل اللعبه وهي مفروده، هي بتبقى عامله كده زي اليويو. احنا قلنا برضو نوريها لحضراتكم، وعرفنا الاسعار بتاعتها ب80 وده ب100. طبعا هي بتتاخد العلبه على بعضها. تعالوا نشوفوا بقى ايه بقيه الحاجات الحلوه اللي موجوده. الحاجات دي اللي هي القطر بقى. القطر بقى ده ب 35 جنيه. ب 35 جنيه بيلف بقى وبيشتغل بحجارة وبيعمل كل حاجه. طيب تمام. حلو قوي على فكره. كمان ايه تاني بقى عندك النهارده؟ انت اسمك ايه بقى؟
بكر. ماشي يا بكر. عندنا ايه تاني؟ عندنا مسدسات عشان لو عندك ولدين. بالظبط. بكام بقى؟ شايل دوت هيبقى عامل 20. 20 انا اسعار حلوه قوي. والبنوته مش هننساها، عروسه البنوته دي اكيد طبعا. اهي دي يا استاذ بكر دي كده. في حاجه كده صغيره بخمسه، في حاجه دي بخمسه جنيه. عندنا الالعاب بتبتدي من اول 5 جنيه، انا بصراحه حاجه جميله جدا. ماشي، ايه تاني عندك تاني؟ تحف حلوه كده. بصوا ده الطقم ده بتاع الدكتور، طقم الكشف ده بكام بقى؟ ب 30. ربنا يفرحكم بيهم يا رب، وتشوفهم دكاتره ومهندسين واحسن ناس وظباط. بصوا دي بقى كمان، دي برضو دي لعبه ايه دي بقى؟ دي لعبه زي نظام برضو نشال نشال ومعاها حيوانات كده. هو بينشن على الحيوانات؟ بينشن. معاها كور كده بيحطها جوه المسدس بتتضرب، ومعاها اشكال برضو تمام تضرب عليها. حلو قوي، كانه في حديقه الديناصورات. بكام بقى دي؟ الكارت ده يبقى عامل 30. 30 حلوه، والله اسعار حلوه. تمام، تجيب لنا حاجات من الحلوه اللي جوه دي ولا هنتعبك؟ ماشي، ربنا يخليك يا رب. بصوا بقى الجمال بقى، الله دي حلوه قوي. بوتاجاز ومطبخ كده. ده ايه ده؟ بوتاجاز بال ايه؟ ماشي بالكهرباء دي ولا ايه؟ سخان وشو العين. ده ايه الجمال ده؟ وبالتايمر بتاعه، وده دولاب مطبخ بكام؟ ومايكروويف بكام بقى ده؟ ب 125. 125 حاجه عسل قوي بصراحه. تعالوا لسه هات هات كده ورينا. بصوا يا جماعه عربيات اهي، دي بالريموت دي ولا ايه؟ دي بالريموت. بكام بقى؟ تمشي وبتشقلب. تمام، تشقلب على الناحيتين، تشقلب على الناحيتين، والعجل بيلف. ده نظام كده اهو، بتبقى كده. هي بتبقى كده بقى. بكام يا استاذ؟ ب 80. ب 80 تمام. الكبيره بتاعتها الكبيره اللي هي الخضره دي ب 110. بص اوريها لكم اقربها لكم، دي كده ب 110، دي الكبيره بتاعتهم. تمام تمام، تعالوا بقى نشوفوا حاجات ثانيه. دي طياره دي ولا ايه؟ دي مركب بتمشي باللي هو نظام بالزنبلك. زنبلك نظام زنبلك يتشال كده وتمشي وتنور كمان. بكام دي الحلوه دي؟ دي ب 15. ب 15 جنيه تمام. ايه تاني بقى الحاجات الحلوه؟ في برضه بنك الحظ. تعالى بنك الحظ برضه، دي من الحاجات الاساسيه عندنا. السلام عليكم يا حاج. اهلا وسهلا يا حاج ابراهيم. تنميه مهارات مثلا برضه. أيوة. دي تنميه مهارات. يركبوا مثلا بازل يعني فكوره. يعني فك وتركيب. بكام بالفك والتركيب دي؟ ده يبقى عامل 10 جنيه الواحد. والله؟ جوه هو بيبقوا ثلاثة دول ولا ايه؟ الواحد هو واحد. العلبة العلبة ب 10 جنيه بس. تمام، والبنك الحظ؟ في بنك الحظ بيبقى اللي هو اللوكس. اللوكس، اللوكس اللي هو الحلو. في بقى حوالي كام لعبة؟ 5 ألعاب. بنك الحظ. كده يبقى في 5 ألعاب كده. الألعاب ديت بتاعته اللي هي بنك الحظ والليدو والسلم والتعبان كونكت 4 واكس او. تمام. ديت اللوكس هتبقى عاملة 25، وفي العادية اللي هي بنك الحظ بس هتبقى عاملة 10 جنيه. يعني في بنك الحظ ب 10 جنيه اللي هي دي العادية التقليدية دي. تمام، والكبيرة بقى اللي فيها كذا لعبة ب 25 جنيه. تمام، بص بقى العروسة الحلوة دي. والعروسة الحلوة ديت معلش تعبتك يا استاذ بكر. يلا يا بكام بقى دي؟ دي ب 125 وبتعمل صوت برضو. بتعمل صوت كمان. وعامل لها استشوار ومظبطينها ده يعني. انتوا مهيصينها خالص. والمخده بتاعتها يعني والبزازه والتليفون. كله تليفون يعني، هي عروسه يعني مش عايزه فاخره يعني بصراحه. والسشوار تمام. نشوف الجزء ده اللي ما شفناهوش. بصوا طبعا عايزه اقول لكم المسدسات اهي بكل انواعها. السلم التعبان. السلم التعبان. لعبه اللي هو الليدو دي. مع بعض كده. في حاجه كده ب 10 جنيه. ب 10 جنيه هي الثقيله. تمام، وفي منهم 5 جنيه. في برضه يعني اول 5 جنيه موجود عندنا. بالظبط. تمام، واللعبه دي بقى بتاعت المطبخ ب 15 جنيه. ب 15 جنيه اهي. بصوا يا جماعه الجمال، 15 جنيه فيها كل الادوات. تمام، الله ينور عليك. ب 10 جنيه برضه. دي ب 10 بس؟ دي حلوه قوي. بصوا دي بتاعت البنوته بقى عشان تبقى عارفه الحاجات الحلوه. تمام، الله ينور. في ايه تاني؟ في كارت دكتور كده ب 15 جنيه صغير برضو. بكام؟ ب 15؟ 15. اسعاركم حلوه. برضو لو ما لقاش مش في امكانياته اللي هو يجيبهم ب 30. ايوه، ربنا يبارك لكم يا رب، يبقى كله يفرح ويعيد. وهاتي لعيلك ما تخلوش يزعل، ده عيد بقى، ده عيد الولاد دول. ودي العروسه الحلوه دي الوسط بكام؟ العروسه اللي بتزمر دي كده. ماشي، دي كده اللي بتزمر هتبقى عامله 20. 20. وفي حاجه عاديه كده اللي ب 15. ب 15 منها الوان بقى. ايوه تمام، الوانها طبعا. وايه مسدسات البارود؟ ب 5 جنيه. دي غلط دي ولا
لا البارود البارود اه البارود ما بيأذيش ما بيأذيش العيال اهم حاجه. والعربيات دي بقى العربيات ده كارت اللي هو الضغط ترجع له ورا بيمشي كارت ده على بعضه كده 6 عربيات ده عامله 20 جنيه 20 جنيه 6 عربيات. معلش بقى ايه البيون اسمه ايه البيانو او الجيتار ده كده جيتار اه سوري انا في شكلين عندنا برضو لعبة الجيتار دي في منها هالو كيتي في منها على شكل جيتار عادي دي الواحدة ب17.5 طبعا دي لو فيها حجارة بتعمل أصوات بقى الأطفال بتفرح بيها طبعا وسعرها كويس برضو حنين يعني. عايزة أقول لحضرتك كمان في الكياس دي كياس الحيوانات ديناصورات وعلى فكرة بتعمل أصوات يعني بتزمر كده في منها ديناصورات وفي حيوانات تانية في على شكل أسماك تبقى مفيدة للأطفال وهي صغيرة تعرف ده اسمه ايه وده اسمه ايه بيبقى لسه بيتعرفوا طبعا على الدنيا. ربنا يا رب يخلي كل اطفالنا. كمان في حديقة الحيوان دي اي كيس من الحيوانات والاسماك دي ب35 جنيه. في حاجات تانية كمان زي علبة المكياج دي للاطفال دي ب25 جنيه. في بقى العرايس التلاتة دول ب10 جنيه برضو بتبقى هدية حلوة وظريفة وفي نفس الوقت مش مكلفة. تعالوا بقى نشوفوا علبة المطبخ دي. دي عبارة عن شنطة فيها كل يعني فيها حاجات المطبخ زي كده مثلا ايه بتجاز دي ب37.5 في شنطة كده بعد ما تلعب بيها تقوم شايلها. وفي ادوات الدكتور برضو في شنطة يلعبوا ويقوموا شايلين الادوات بتاعتهم عشان ما يكركبوش الدنيا. طبعا احنا الجولة بتاعتنا هنتفرج على حاجات كتيرة قوي وفي حاجات هنشوفها ب5 جنيه. ان شاء الله هنكمل الجولة مع بعض في الحاجات الحلوة دي. طبعا السعر اللي احنا بنقول عليه ده سعر قطاعي. الجملة والكميات ليهم طبعا اسعار تانية خالص. تمام؟ ادي شايفين بقى كل الحاجات الحلوة دي. بصوا الجمال بقى والحاجات الحلوة. نفرح بقى اطفالنا بقى بكل حاجة يعني. على فكرة في حاجات كمان غالية تانية وفي حاجات قيمة جدا يعني مش كله اسعاره لا في حاجات كده وفي حاجات كده على حسب الطلب. البلالين عشان العيد بقى بزمارة بكام بقى دي الكيس؟ ده يبقى كيس ب10 جنيه في حوالي 20 بالونة ولا حاجة. تمام واللي من غير زمارة؟ في حاجة فيها 500 بتاعت المية كده ب15 جنيه. ب15 جنيه فيها 500 بالونة عشان الناس تفرح بقى في العيد وكده. في حاجة تانية في أشكال تانية؟ في حاجات كده اللي هي مطبوعة حلوة قوي بحب ايوه كلمات يعني في العيد يعني كده برضو بحب هدية بتاع برضو يبقى فيها ب40 جنيه فيها 100 تمام. في بالونات تانية انا بوريكوا اهم البالونات عشان اعرفها. خمسة جنيه برضو يعني دي بخمسة جنيه فيها 25 بالونة. الكيس ده بخمسة جنيه بس لما تتنفخ بقى تفرقع دي ولا ايه؟ لا حلوة؟ طيب ما يجي حاجة والله طبعا هو ربنا يبارك له يا رب ووصايه وفرجنا على الحاجات الحلوة دي كلها. في حاجات كده ب10 جنيه ب10 جنيه فيها كام بالونة؟ دي حوالي 25 بالونة. تمام شكرا ليك يا استاذ بكر والله من ذوقك جدا. الناس هنا محترمين. تعالى اوريكم الشكل المكان من بره. هو ده المكان اللي كنا بنصور فيه النهارده حبايبي شركة العلم والإيمان. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.